محمد شريف، صحيفة جنوب افريكانز الجنوب افريقيا اتكلمت ان محمد شريف قد نعم مرشحات تقريبا قد يكون المرشح الاول لافضل لاعب داخل افريقيا، يعني طبعا في هذه البطولة اذا النادي الاهلي فاز بهذه البطولة. وبالتالي ده دوافع شخصية وفردية مهمة جدا. طبعا جدا جدا. اولا هو لعيب كويس جدا، ثبت وجوده زي ما احنا شفنا ان هو حابب الفرقه والفرقه حباه، داخل وسط الفرقه، هداف من طراز رفيع، قدر يثبت وجوده في الفتره الاخيره، طبعا راح اعاره ورجع تاني، قدر يثبت وجوده. ده مهم جدا جدا بالنسبه طبعا ليه هو، بالنسبه للنادي الاهلي مستقبلا كمان ان شاء الله. ربنا يعني يديله الصحه كده دايما، ويعني يبعده عن الحاجات المعطله يعني. انما مهم جدا ان هو يركز في شغله زي ما هو شغال، حابب ان هو يجيب اهداف، بيساعد زمايله، وده مهم جدا جدا. الهداف ده عملة نادرة. عندنا برضو في كمان احمد ياسر ريان برضو من السيراميكا، عامل من ابناء النادي الاهلي برضو، طبعا ما شاء الله عليه شغال. فانا شايف دي يعني بتمنى يعني وجهة نظر ممكن السنة الجاية يكون برضو موجود في النادي الاهلي. لانه تقريبا طالع اعارة، فهتفرق كتير جدا محمد شريف وياسر، انما عند احمد ياسر ريان يعني. انما انا عايز اتكلم على شريف، عندنا عنده مباراة مهمة جدا، وان شاء الله رب العالمين ربنا هيوفقه ويجيب لنا جول ولا حاجه كده في الماتش يا رب ان شاء الله. ولكن دور مجدي قفشه واضح جدا في الفرقه. طبعا مجدي لعيب مهم جدا جدا، يعني هو حلقه الوصل بين الناحيه الدفاعيه والهجوميه، وسط الملعب والناحيه الهجوميه، هو اللي بيوصل الناس. عنده ميزه كمان كويسه، الرؤيه، عنده ميزه كمان الابداع، عنده الشوط اللي هو التسديد من خارج بره خارج ال 18. الحاجات دي كلها بتدي له صفة كويسة جدا جدا، وبتدي له قيمة كويسة جدا جدا في الفرقة. بنتمنى له برضو التوفيق. وجاب جول على فكرة، طبعا شفناه من شوية، جاب جول امبارح، هدف يعني علامة هي النظرة بتاعته. بص يا كابتن، انا يعني هو طبعا في الضغط وخدها، بص البصة دي لو جابوها من قريب يعني الإعادة التانية هتبان قوي. بص النظرة هي الجول، وجهة نظري. لا انا شايف طبعا هو تشوف لما ضغط على هشام هنا في الكرة دي، هو كان شايف محمود حمدي خارج ال 18 يعني قبل ما ياخد الكره خالص. لا بص يعني يا كابتن، لما تيجي دلوقتي كان محضر بدري. يعني هو مش دلوقتي، هو كان محضر بدري جدا. يعني شوف دلوقتي هو شايف، هو دلوقتي هو كده مش باين يعني كده. لا وهو بيجري من نص الملعب، عارف ان في محمود حمدي خارج ال 18 دلوقتي. اتاكد ان هو وخارج فعلا ال 18. لا في لقطه بعد دي يا سمير. ايوه دي باين فيها النظره. ايوه هنا. لا في لقطه ثانيه. لا هو هو طبعا الاعاده اعتقد. شوف هو دايما اللاعب دايما يبقى عنده يعني في لاعب دايما بيبقى محضر. مش محضر قبلها بثانيه، اللي هو الارتجال السريع. في ارتجال طويل برضو، مش ارتجال او تحضير، 4 أو 5 ثواني زياده. اوكي. بمعنى ان هو شايف طول الماتش ان محمود حمدي خارج ال 18. اوكي. يعني هو شايف من زمان. بص يا كابتن، ايوه دي طبعا دي من زمان شايف. بص دي يا كابتن. لا بص ارجع لي ثانيه بالظبط، الثانيه اللي فاتت. بص يا كابتن كمل بقى. بص هو الكره وامل، بص البصه. ايوه بس هو عارف ان بس هو برافو عليك. هو ليه بص؟ انا اقول لحضرتك عشان شايف ليه بص على محمد، عشان كلام حضرتك. تمام. ان هو شايف، عارف حوالي خمس، شايف الماتش، شايف هو قاري الماتش، عايش جوه الماتش. في مش عارف كده، معلش بتاعت انا، في جول انا جابه اللي هو مع المطابع الصومالي مع النادي الاهلي. الفرقه دي انا عارف ان هم حتى ممكن تجيبوه دلوقتي. اللي هو كان موجود. انا شايف ان الفرقه دي بتلعب على الاوفسايد على طول. اوكي. من اول لما لعبنا بروح على الاوفسايد على طول، فمحضر امتى هتجي لي الفرصه ان انا اضرب الاوفسايد واروح اجيب جول. عشان اروح اجيب جول. عشان اروح اجيب جول، سبحان الله. طول الماتش انت محضر. محضر لغايه لما جات لي ورحت تك 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 تك. هو نفس الكلام، مجدي قفشه شايف ان حمدي على طول بره. بره 18. ايوه ده كله بقى يعني. انا دي متأكد. بس قديم شويه. دي قديم. دي طبعا شوف ضربت كل الناس. عارف ان الفرقه بتلعب على الاوفسايد. بتعلمها طبعا، الحاجات دي كلها خدناها طبعا واحنا صغيرين. طبعا ازاي تضرب دبل باص مع واحد، توصله وتعمل شيب تطلع تروح بيها لوحدك. فهنا مجدي قفشه عارف ان محمود حمدي بره، فهو كان بيتمنى يا سلام لو تكون الكوره دلوقتي مثلا هو بره. فجات له بص لقى بره فعلا. محضر هو محضر يعني. هو محضر الشغل بتاعه، فده مهم جدا جدا. عشان كده بقول لك اللاعب اللي عنده رؤيه يعني قليل جدا تلاقيه. لا دي يعني انا قصدي يعني مش قصدي اقول ان احنا نجيبها تاني يعني، انما انا عايز اقول لك كلاعب كوره ازاي
حاسس برضو عندك الاحساس برضو بتاع من الاول انت شايف وما تكون مدرب كمان يبقى عندك الاحساس اللاعب ازاي حاسس بيه. أيوة. عشان كده بيبقى في دايما العلاقه يعني مثلا موسيماني عمل له كده يعني كان حاسس بيه انت عملت حاجه كويسه انت عندك رؤيه الحاجات دي كلها بتلعب دور كبير جدا.